السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال دايما. النهاردة هنعمل المخلل المشكل لذيذ جدا مع بعض لتجهيزات رمضان. بقى كل سنة وانتم طيبين. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. يلا بينا نشوف هنعمل المخلل المشكل ازاي مع بعض. اول حاجة بعملها بعد ما بنغسل الخضار كويس اللي احنا هنخلله، ما تلتزميش بالاصناف الموجودة دي، ممكن تشيلي اي صنف وتضيفي اي صنف. هو المكون الاساسي معانا الليمون الايطالي، اللي هو الليمون الايطالي ده. وانت بتختاري الليمون للتخليل اختاري اللي هي قشرته خشنه، بتبقى سميكه وبتبقى كويسه في التخليل. اول حاجه بعملها بقطع الخضار بالتقطيع اللي تناسبني واسلق الليمون. عشان ما اضيعش وقتكم هقطع الخضار واسلق الليمون وارجع لكم. يلا نشوف هنحتاج ايه نعمل بيه المخلل المشكل مع بعض. ده الخضار اللي انا هخلله، اي نوع خضار انت تحبيه. انا معايا فلفل وليفت وجزر وخيار وارنبيط وبصل، وده الليمون الايطالي اللي احنا سلقناه، ومعايا هريسة شطة باردة او حامية براحتك، وملح، ومعايا كمان زيت وخل. هنقلب الخضار مع بعضه. ده الليمون اللي انا سلقته وانا بقطعه حافظت على العصير اللي جواه ده، متتخلصيش منه عشان احنا هنخلل المخلل المشكل ده من غير مية. فعصير الليمون ده مع الخل والزيت هما اللي هيعملوا لنا السائل اللي هيتخلل فيه المخلل. نحط الملح. كمية الملح والهريسة تكون مناسبة لكمية الخضار اللي معانا. نقلبهم مع بعض كويس. ممكن تشيلي اي صنف من الخضار ده او تضيفي اي صنف. لو مش متوفر عندك الليمون الايطالي اللي احنا بنقول عليه الليمون الايطالي يعني، ممكن تستخدمي الليمون بتاعنا العادي اللي هو البلدي، بس وقتها كده هتغير عليه الميه بعد ما تسلقيه وتغير عليه الميه ليله او ليلتين كده وبعدين تستخدميه عادي. مش هينفع تستخدميه بعد ما يتسلق على طول، لكن الليمون الايطالي ده بنسلقه ونقطعه ونستخدمه على طول. نحط بقى شوية زيت، تقريبا نص كوباية كده. وشوية خل برضو تقريبا نص كوباية. احنا هنا مش هنستخدم مية، هنعتمد على الخل والزيت اللي احنا ضفناه والعصير الليمون اللي احنا لما قطعناه حافظنا عليه. ما ضفناش عصير ليمون عشان يبقى الكلام واضح، احنا سلقنا الليمون وقطعناه، واحنا بنقطعه حافظنا على السائل اللي جواه. لو الهريسه حراقه حط الفلفل بارد، والعكس بقى لو الهريسة باردة ممكن تحطي الفلفل الحام. نقلب كل الخضار مع بعض كده عشان ياخد من الملح والهريسة والخل والزيت. قلبنا الخضار كويس مع كل الإضافات اللي احنا ضفناها، وتأكدي ان الملح مناسب للكمية. دوقي في سائل تحت اهو، دوقي السائل ده وشوفي الملح مظبوط معاك ولا لا. نجيب بقى البرطمان او العلبة اللي احنا هنعبي فيها. حابة تحطيه في علبة حطيه، حابة تعبيه في برطمان برضو مفيش اي مشكلة. انا هعبي البرطمان الاول والزيادة هحطها في العلبة. الملح والخل هيخلي الخضار ده ينزل مية، بس المخلل ده بنحفظه في التلاجة، مينفعش نسيبه بره عشان ما بيكونش فيه سائل يغطيه فممكن يفسد منه.
زي ما قلت لك ممكن تشيلي اي نوع خضار انت حباه او مش متوفر يعني في الوقت اللي انت بتخليه فيه. بتحب البصل اللي معاه ده جدا. نحط بقى باقي الكمية في العلبة دي. شايفين شكله هو دلوقتي يفتح النفس. كده المخلل المشكل بتاعنا جاهز ان احنا نغطيه ونعينه في التلاجة. وباكد تاني ان نوع المخلل ده بيتحفظ في التلاجة عشان ما فيهوش سائل زي ما انتوا شايفين كده. هو اي نعم هينزل شوية سائل من الخضار بس برضو لازم يتحفظ في التلاجة عشان ما يخسرش مننا. وده الليمون اللي انا استخدمته النهاردة، ده الليمون الايطالي او باللغة الدرجة بتاعتنا الليمون الايطالي. بنسلقه ونقطعه على طول ونستخدمه في التخليل، ما بنحتاجش ان احنا ننقعه ولا نغير عليه مية ولا حاجة. لكن لو تستخدمي الليمون البلدي لازم تغيروا له الميه عشان المراره بتاعته تروح منه. يا رب تجربوا طريقتي في المخلل المشكل النهارده وتعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.